المهرجان عمنا واللعب الدور هذا ديما تلعب الدور هذا عمنا واللي قبل واللي ديما أيام تلعب قرطاج أيام قرطاج السينمائية أيام قرطاج السينمائية سميني فيلم مش فيلم عمنا ولا عمل مش نعطيك هو أول ساعة شنقول لك هو أول مهرجان في تاريخ العرب تعمل مهرجان قرطاج سامحني وما يلزموش يوفا لأنه هو مهرجان إيجابي تعرف معناها ايجابي ايجابي حتى اقتصاديا بلاش نعطيك ابراهيم الطيف عمل فيلم ابراهيم الطيف عمل فيلم يستنى عنده 5 شهور تو منتي الفيلم يستنى في مهرجان قرطاج علاش ما يعرفش فيلمه لانه ظروف استثنائيه لا ما تمش ايش نقول لك ظروف استثنائيه هو ايش نقول لك مش عارف تعرف ظروف سي نجيب ايش نقول نحن عندنا فكره خاطئه ياسر نتاع ما تنى 100 نسكروا التلفزه هذه في التراديسيونيل نتاعنا في تونس تقول انت مبيع هذا ايش اقول لك راهو مهرجان قرطاج ماهوش احتفال راهو تظاهره نحن في الجامعه قبل كي كان يموت حد او كان تقع مشكله كنا نعملوا تظاهرات في بين كل حاجه تبدا صغيره وتكبر البيبي النبته كذا الا الحزن يبدا كبير ويصغر بشويه اليوم اليوم يعني من المفروض مهرجان قرطاج يتاقلم مع الحدث لان دور المثقف شنيه هو المثقف هو مرئه المجتمع معناتها يوصل صوت المجتمع جنب الاحتفال يا اخويا فيه السينما يا هل ترى يا هل ترى رئاسه المهرجان معناتها تاقلمت مع جديد علاش تحب تقول نجيب شتحب تقول اي جانب الاخر شبيك مش اليوم فما قضيه مركزيه القضيه الفلسطينيه اي رئاسه المهرجان بتاع سي فارد بغديري دار المهرجان ما تاقلمتش مع مع الواقع على حالي كان من المفروض يتاقلم يا سي عيمد كان من المفروض يتاقلم وتلقاه يمشي للكليات والجامعات والاحياء وافلام المقاومه وسينما المقاومه اي شكون قال ما حبش يعمل هكا ما تعملش كان تعمل هكا كان تعمل لا تنجم وزير الثقافه ولا مرسي وزير الثقافه باهي تو شوف باهي سلوى بعد سي الهدفيس نجيب معناها